موقع فيسبوك وتويتر أغلق حسابات استعملت في حملة إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام بانتحال هويات شخصيات ومؤسسات إعلامية وسياسيين، وحجب فيسبوك 51 حسابا و36 صفحة على إنستغرام بعد تلقيه معلومة من شركة فاير آي للأمن الإلكتروني. وكان موقع تويتر قد أعلن إزالته شبكة مكونة من 2800 حساب زائف.